بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين باب البيان والتعريف ولزوم الحجة هذا باب من ابواب كتاب التوحيد من كتاب الكافي الشريف في هذا الباب جمع الكليني رضوان الله تعالى عليه بعضا من روايات الائمه من اهل البيت عليهم الصلاه والسلام حول المعرفه معرفه الله ومعرفه اصول الدين احاديث هذه الباب تدل على ان المعرفه انما هي من الله سبحانه وتعالى انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء ولكن ليس فعل الله وصنعه اعتباطيا لان الله منزه عن العبث فهو سبحانه وتعالى لا يصنع الا ما فيه الحكمه فلماذا الله سبحانه وتعالى يهدي قوما ويضل اخرين انما يهدي قوما بحسن أفعالهم ويضل آخرين بسوء أعمالهم بمعنى أن الله سبحانه وتعالى لطيف بعباده لا يرضى لعباده الكفر فلذا خلقهم وركب فيهم الفطرة فطرة الله التي فطر الناس عليها هذه الفطرة ترشد الناس إلى العبودية لله سبحانه وتعالى، وبعد ذلك أرسل الرسل، بل جعل أول إنسان خلقه على هذه البسيطة هو حجة الله آدم على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام هو نبي فكانت الخليفة قبل الخليقة، وحجة الله سبحانه وتعالى مستمرة بين نبي ووصي نبي إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وجعل الله سبحانه وتعالى في الإنسان وسيلة المعرفة. يعني الله سبحانه وتعالى جعل قلب للإنسان إدراك، استيعاب، وجعل وسيلة لتلقي المعلومات، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. الإنسان عبر السمع والبصر يتلقى المعلومات الى قلبه يدرك له فطره البراهين الصحيحه موجوده وهذه البراهين واضحه سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق فالله سبحانه وتعالى جعل الفطرة في كل انسان من يوم ان يولد كل مولود يولد على الفطرة. ارسل الرسل جعل اداة المعرفة موجود في الانسان موجودة في الانسان من السمع والبصر والقلب والادراك والشعور والايات واضحة وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد فلذلك أمر الناس بالمعرفة هو الذي يلقي المعرفة في قلوب الناس لكن هيأ مقدماتها وأمر الناس بطلبها فإذا طلبوا المعرفه عبر مقدماتها الصحيحه الله سبحانه وتعالى يلقي في قلوبهم المعرفه لكن اذا الانسان رفض تمرد عاند لم يذهب عن المقدمات الصحيحه التي جعلها الله سبحانه وتعالى للوصول الى الحق فحين ذاك الله سبحانه وتعالى يتركه يخذله إلى أن يظل فالهداية من الله والإضلال منه لكن ليس جبرا للبشر كما ذكرنا في الحلقات الماضية هناك ليس بجبر وليس بتفويض وإنما هو أمر بين الأمرين وذلك يتضح ببيان مجموعة من الامور، منها: كل كمال انما هو من الله سبحانه وتعالى، ويرجع اليه. احنا الان، كل واحد من الناس، له صفات جيدة، هذه الصفات كلها مرجعها الى الله سبحانه وتعالى، هو الذي قدرها. لا يوجد كمال الا وهو يرتبط بالله سبحانه وتعالى، وحتى الكمالات الاختياريه، انما الله سبحانه وتعالى جعل مقدماتها توصل الى تلك الكمالات، بل اكثر من ذلك في هذا الكون، هناك توجد علل ومعلولات يعني مثلا النار عله للحراره. هذه العليه هل هي من ذات النار كما يقول بعض الفلاسفه؟ وكذلك في سائر العلل والمعلولات هل هذه العليه من ذاتها من ماهيتها؟ او انها جعل من الله سبحانه وتعالى. ظاهر الأدلة الشرعية يقتضي أن العلية بين الأشياء إنما هي بجعل من الله سبحانه وتعالى مثلا النار علة للإحراق علة للحرارة لكن هذه العلية الله جعلها في النار ولذا يمكن سلب هذه العليه عن النار مع بقاء النار بدون ان تتغير عن كونها نارا. مثل نار ابراهيم عليه الصلاه والسلام. نار ابراهيم بقيت نارا، مو انه تغيرت الى حقيقه اخرى. بقيت نارا لكن هذه النار ما انتجت الحراره بل بالعكس انتجت البروده. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأنه النار تغيرت حقيقتها لا النار بقيت نارا لكن سلبت العلية منها لماذا لأن هذه العلية كانت بجعل من الله سبحانه وتعالى إذا نريد فنمثل فد مثال عرفي بسيط جدا الآن أنت تدخل في جهاز من هذه الأجهزة الكمبيوترية الجديدة أنت تريد تدخل إلى ملف هناك رقم سري مثلا أنت عندما تطبع هذا الرقم السري الملف يفتح لك هذا الرقم بخصوصه علة لفتح الملف لأنك أنت ربطت فتح الملف بهذا الرقم يمكن انت تغير من الملف فهذا الرقم ما راح يفتح ذلك الملف هسه الرقم هو تغير لا وانما انت ضمن برنامج ربطت بين هذا الرقم وبين فتح الملف هسه تغير انت في البرنامج تفك الارتباط بين هذا الرقم وبين فتح الملف في كل الامور التكوينيه العلل والمعلولات الامر هكذا حتى ان بعض الفلاسفه اقروا بهذا الامر ويقولون بانه ليس توليدا ولا اعدادا وانما هو توافي يعني الله سبحانه وتعالى لتنظيمه حياه الانسان في هذا الكون ربط بعض الظواهر ببعضها الاخر، فانت تشوف عليه ومعلوليه. في حين انه في الواقع هو توافيل الله سبحانه وتعالى، هو الذي يوجد المعلول لكن متزامنا مع وجود العله. ذكرنا هذا المثل في ما مضى بالنسبة إلى هذه الأمطار. زين عدنا قانون طبيعي فيزيائي أن الشمس تشرق. على البحار وعلى المحيطات حرارة الشمس تسبب ان مياه من البحار ومن المحيطات تتحول الى بخار هذا البخار لوجود الحرارة فيه يصعد الى منطقة لا اكثر من تلك المنطقة في الجو يتراكم شيئا فشيئا يصير بشكل غيوم ثم الرياح تسحب هذه الغيوم لذات يسمى سحابا إلى الأراضي أو إلى بحار أو إلى أماكن أخرى بعيدة أو قريبة ضمن عملية فيزيائية أخرى أيضا هذه الأبخرة تتحول إلى قطرات ماء وتنزل إذا في برودة تنزل بشكل ثلج أو برد الحالوب وإذا لا توجد تلك البرودة بشكل قطرات ماء المطر هذا السبب الفيزيائي المعروف ويدرس في الكتب العلمية في المدارس لكن حسب الأدلة الشرعية الروايات نستفيد أنه السبب الواقعي شيء آخر وإنما الله سبحانه وتعالى جعل ملائكة هم يدبرون الأمور والمدبرات امر باذن الله سبحانه وتعالى. هؤلاء الذين يحملون هذه الابخره وينقلونها وينزلونها ذاك هو السبب الواقعي، لكن الله سبحانه وتعالى لحكمته قرن السبب الواقعي بالسبب الظاهري. مثال اخر هذا المتدينين اكثر وضوحا الموت. من الذي يقبض الارواح؟ الله سبحانه وتعالى. الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، وقد يامر ملك الموت قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، وقد يكون لملك الموت اعوان توفته رسلنا، فالموت يعني انفصال الروح عن الجسد هذا من صنع الله سبحانه وتعالى الذي خلق الموت والحياة. لكن الله سبحانه وتعالى بحكمته جعل اسباب ظاهرية يعني هذا الذي يقتل هل القاتل هو الذي اماته؟ كلا. الله سبحانه وتعالى هو الذي امات هذا المقتول. ولكن تزامنا مع حركة القاتل وضربه للمقتول أو إذا يصير حادث متزامنا مع تلك الحادثة الله سبحانه وتعالى يقبض روح الإنسان ولذا إذا الله سبحانه وتعالى ما أراد قبض روح هذا الإنسان هذا الإنسان لا يموت مثلا في الآخرة الإنسان بعظمه ولحمه وجسده يحشر اما الى الجنة واما الى النار. هذا اللي في النار بنفس هذا الجسد الذي كان هو في هذا الجسد في الدنيا لان المعاد جسماني. لكن نار الاخرة وتلك النار التي لا تقاس بنار الدنيا لعظمتها وهولها والمها. هذه النار تحرق هذا الانسان لكنه لا يموت. الايه الشريفه تقول: وياتيه الموت من كل مكان وما هو بميت، لماذا لا يموت؟ لان الله سبحانه وتعالى لم يرد موت هذا الانسان. اما عشر معشار تلك النار اذا في هذه الدنيا تصيب انسان هذا الانسان يموت، لماذا؟ لان الله سبحانه وتعالى يقبض روحه متزامنا مع تلك الحادثة. فإذا ترتيب المعاليل على العلل هذا من تدبير الله سبحانه وتعالى لامور الكون والعلل المادية هي ظاهر يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الاخرة هم غافلون. الهداية ايضا ضمن هذا القانون العام. الها اسباب ظاهرية واحد يقرا كتاب احتجاج او يسمع الى كلام نبي او وصي او واعظ يلين قلبه الى ذكر الله سبحانه وتعالى فيهتدي هذا هو الظاهر كلام النبي كلام الامام كلام الواعظ هذا هو السبب الظاهر لهداية هذا الانسان. ولذا كثير من الاحيان النبي يتكلم الكفار لا يهتدون، الامام يتكلم المنافقون لا يهتدون، الواعظ يتكلم الناس لا يهتدون. اذا هي عليه العله لا تنفك عن المعلول. لماذا انفكت؟ لأن الله سبحانه وتعالى في هذه ال... في هؤلاء الأشخاص لم يرد هدايتهم. زين الله ليش ما أراد هداية هؤلاء؟ بسوء أعمالهم. إن الله لا يهدي القوم الظالمين. إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. وهكذا آيات أخرى من القرآن الكريم. فإذا الهداية من الله. لكن جعل لها أسباب. الإنسان.. قسم من الاسباب متوفره في ذاته الفطره مثلا العقل لكن قسم اخر يحتاج الى شويه جهد من هذا الانسان الاله والوسيله موجوده السمع والبصر والعقل والقلب زين لكن يحتاج الى اعمال اذا اعمل الله سبحانه وتعالى يلقي الهدايه في قلبه لكن اذا لم يعمل إذا ظلم إذا فسق الله سبحانه وتعالى لا يهديه وأنه أجبر على الكفر كلا حاشا لله أن يجبر أحدا إلى الكفر وهو غير راض بالكفر كما في آية من القرآن الكريم ولا يرضى لعباده الكفر ثم بعد ذلك يجبره على الكفر ويعذبه على الكفر حاشا لله أن يفعل ذلك فإنه عادل والله سبحانه وتعالى ليس بظلام للعبيد لكن الانسان المختار الله سبحانه وتعالى جعل فيه اله المعرفه فاذا هذا الانسان تحرك يوصل الى النتيجه والله يهديه واذا لم يتحرك لم يصل الى نتيجه وهكذا في سائر الامور من الذي يخلق؟ الله سبحانه وتعالى افرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه ام نحن الخالقون زين الانسان السوي هذا هل يتمكن من الانجاب؟ نعم لكن من طريقه لازم يسير يروح يتزوج وضمن القانون الطبيعي الشرعي الله سبحانه وتعالى يرزقه طفلا لكن اذا ما تزوج الله سبحانه وتعالى ايضا لا يرزقه، زين هذا المتزوج حينما يرزق بطفل هل هو الذي خلق ذلك الطفل؟ كلا الله خلقه، لكن الله سبحانه وتعالى جعل لخلقه الناس طريقا بالنسبة إلى آدم وحواء. خلقهما من غير أب وأم. عيسى على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام خلقه من غير أب، لكن سائر البشر الله يخلقهم عن هذا الطريق عن طريق أب وأم. مو الاب والام يخلقون الطفل، لا الله يخلقه، وانما يخلقه متزامنا مع هذه العله الطبيعيه. وهكذا في سائر الامور. الهدايه كذلك، هذا الباب في كتاب الكافي الشريف احاديث حول هذه المساله. عن ابي عبد الله عليه السلام الحديث الاول قال: إن الله احتج على العباد بما آتاهم وعرفهم. الله يحتج على العباد؟ نعم قل فلله الحجة البالغة. في آية أخرى الله سبحانه وتعالى يقول: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. في آية أخرى الله سبحانه وتعالى يقول ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى الله لا يحتج إلا على الإنسان القادر الذي أقدره على المعرفة ثم هذا الإنسان قد يعرف فالله سبحانه وتعالى يدخله الجنه وقد لا يعرف بسوء اختياره فيستحق النار والله سبحانه وتعالى يحتج عليه وفي يوم القيامه لا حجه لهذا الانسان الكافر او العاصي امام الله سبحانه وتعالى. ان الله احتج على الناس بما اتاهم يقول سبحانه وتعالى في سوره الطلاق لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها. فاذا لم يكن تكليف لم يكن احتجاج. لان الاحتجاج يكون بترك واجب او فعل حرام. فاذا اعطى الله سبحانه وتعالى للانسان نعمه ثم كلفه بما يرتبط بتلك النعمه. لو خالف هذا التكليف الله سبحانه وتعالى راح يحتج عليه. زين بما اتاهم وبما عرفهم؟ كيف عرفهم؟ اولا بالفطره في عالم الذر لان هناك روايات متواتره مئات الروايات، لعله احد العلماء كان جامع روايات عالم الذر في كتاب باسم سد المفر على منكر عالم الذر، عالم الذر حوالي مائتي حديث وفيها أحاديث صحيحة وأحاديث حسنة وأحاديث موثقة حول عالم الذر، فعالم الذر متواتر بمعنى أن الله سبحانه وتعالى أخرج ذرية آدم من ظهره في تفسير أو تأويل هذه الآية وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى ركب الفطره الله سبحانه وتعالى في ذلك الوقت، لذا في فطره كل انسان معرفه الله سبحانه وتعالى. وتلونا الحديث الشريف عن رسول الله صلى الله عليه واله كل مولود يولد على الفطره. زين هاي المرحله الاولى. المرحله الثانيه الله ارسل الرسل انزل الكتب. وأيضا حبى الإنسان بالعقل العقل دليل للإنسان ليعرف ربه الرسل أيضا جاءوا فكملت الحجة على الإنسان زين حس إذا هذا الإنسان خالف مرة يكون مقصر ومرة يكون قاصر ومرة يكون معاند أما المعاند فلا علاج له إلا نار جهنم ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها إلى آخر الآية الشريفة في آية أخرى للجوا في طغيانهم يعمهون المعاند لا علاج له إلا أن يخلت في نار جهنم. قسم من الناس جهّال لكن جهل عن تقصير فهذا حكمه حكم العامد، أنت قصرت والمقصر لا يقبل له عذراً يعني الآن افرض من باب المثل إذا واحد خالف قانون السير زين يعني الشرطة شرطة السير يقول لماذا خالفت يقول ما كنت أدري أن هذه العلامة علامة كذا يقبلون كلام الله يقولون أنت مقصر أنت اللي تسوق لازم تقرأ ولازم تتعلم قوانين السير فإذا خالفت فأنت مقصر لذا تستحق العقوبة يغرم مثلا فالجاهل القاص المقصر كالعامد قسم آخر اكو لا هذا جاهل قاصر الجاهل القاصر يعني هو جاهل ولم يتمكن من الوصول إلى الحجة الظاهرة إلى الأنبياء إلى الكتب هذا الجاهل القاصر يكون معذور لذا في تتمة الآية إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فاولئك عسى الله ان يعفو عنهم، لانه حسب الروايات يمتحنون في يوم القيامه مره اخرى، فان نجحوا في الامتحان عفى الله عنهم، وان سقطوا في الامتحان القاهم في نار جهنم، هذا بالنسبه الى الحديث الاول، اما بالنسبه الى الحديث الثاني ايضا احد الرواه وهو محمد بن حكيم او حكيم قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: المعرفة من صنع من هي؟ المعرفة معرفة الله سبحانه وتعالى أو المعرفة في أصول الدين. قال من صنع الله؟ إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. في آية أخرى في سورة النمل الله سبحانه وتعالى يقول: قُلِ الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها. سيريكم آياته يعني الله يبدأ باللطف يُريكم آياته فتعرفونها، فالمعرفة من صنع الله سبحانه وتعالى، طبعا بين قوسين نذكر أن اللغة العربية لغة دقيقة جدا، لذا الألفاظ المترادفة كثيرة، لكن هناك فروق بين الألفاظ المترادفة. وكثير من العلماء، علماء اللغة، ألفوا كتب أو مقالات كذا حول فروق اللغة. عندنا علم وعندنا معرفة. بالنسبة لله سبحانه وتعالى، يقال الله سبحانه وتعالى عالم. لكن لا يقال لله ان الله عارف. نقول يعلم الله لكن لا نقول يعرف الله. لماذا؟ لأن المعرفة هي بالأساس بمعنى أن الإنسان يلتفت إلى مواصفات الشيء بحيث يطبق ذلك الشيء على الموجود الذي مثلا يشعر به. مثلا أنت ما شايف شخص يذكرون لك أوصاف ذلك الشخص أن هذا الشخص طوله كذا عرضه كذا لونه كذا ملامحه كذا فأنت لأول مرة عندما تشوف المعلومات اللي معطيك عن ذلك الشخص تطبقها على هذا الشخص الذي تراه فتقول عرفته هذا هو نفسه أو فالشخص أنت قبل خمسين سنة شايفه انعكست في ذهنك ملامح منه بعد خمسين سنة تشوفه تفكر تفكر هذا منه هذا شايفه أني في مكان فجأة تقول عرفته يعني الأوصاف اللي كانت في ذهني منه طبقتها على هذا الشخص هذا الأمر بالنسبة لله سبحانه وتعالى مستحيل لأن الله محيط بكل شيء علما وقدرة فليس من قبيل تطبيق أوصاف الشيء على الشيء حتى يعرفه، هذا بالنسبة لنا، الله سبحانه وتعالى عالم بالاشياء. المعرفة تستعمل في الانسان لان الانسان في عالم الذر، الله سبحانه وتعالى ركب في هذا الانسان الفطرة. لذا في هذا العالم ولو هو ما يتذكر ذلك الموقف، احنا الان لا نتذكر عالم الذر. زين؟ لكن أثره موجود لذا عندما نرى الآيات ننتقل إلى الحقيقة لماذا؟ لأنه ذيّش المعرفة مركبة فينا من عالم الذر لذا عبر عنها بالمعرفة الحديث عندنا أن الناس نسوا الموقف في عالم الذر لكن أثره بقى وسيذكرونه حتى الآن علم النفس الحديث اثبت هذا الامر انه بعض الاحيان اطفال في صغرهم يشوفون حادثة هذه الحادثة تدخل في اعماق عقلهم الباطن او ما يعبر عنه باللاوعي هو الان كبير اثر ذاك موجود بس هو ما يتذكر الموقف عالم النفس والخبير في علم النفس يجي ينفذ الى عقل العقل الباطن لهذا الانسان ويستخرج ذلك الشيء الذي هو موجود في عقل الباطن يجيب إلى ذاكرته وهذا من أقسام العلاج النفسي أو التربية النفسية أيضا فإذا المعرفة هي من صنع الله سبحانه وتعالى ليس للعباد فيها صنع لكن هذا لا ينفي على أن على الإنسان أن ينشغل بالمقدمات التي امر الله سبحانه وتعالى بها، فاذا انشغل بها الله سبحانه وتعالى يفيض عليه المعرفه. اما اذا تركها الله سبحانه وتعالى يخذله فلا يعرفه فيظل. نسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم لمعرفته ومعرفه اوليائه. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين